اجتمعت على كرة كارتين أول مرة ومتعددة الأدوار في المساحة الإجمالية 5380 متر مربع وحلبة جراند بري بحوالي 15 متر. السيارات كهربائية وبسرعة خيالية وعندهم حلبة خاصة للأعمار من 7 إلى 12 سنة وفيها 12 سيارة وفي حلبة ثانية خاصة حق 13 سنة وفما فوق وفيها 36 سيارة. تقدرون تحجزون الحلبة للسباقات الخاصة مع العائلة والأصدقاء وتعيشون التحدي بهم. كيو إيد كارتي أول وأكبر حلبة سباق داخلي متعددة الأدوار في الكويت. نقط سيارة 30 ألف دينار ولا جي كلاس 30 دينار. 360.